بالتأكيد نحن كنا محتاجين إلى هذه القمة بعد غياب دام 3 سنوات، وأيضا هذه القمة اليوم بهذا العدد المميز من القادة العرب الموجودين، وكذلك الاتفاق الذي حدث بين الوزراء الخارجية، ونأمل أن ينتهي هذا الاتفاق في مخرجات يوم غدا. وهذه القمة بالتأكيد عندما تكون في الجزائر فنعرف بأنها ستكون ناجحة.